السلام عليكم. الاسم ديالي زكريا حميمو، 26 سنة، عازب، حاصل على شهادة البكالوريا والإجازة في المعلوميات. كنوجه تحية لهشام الملولي على هاد الجهودات اللي دار وكيستحق التنويه. كذلك كنتحداه أنا إن شاء الله، أنا تنتحداه في واحد النزال اللي هو يكون حر، اللي هو يكون فيه جميع الشروط ديال الروح الرياضية والروح القيمة، حيت حنا تنعرفوا باللي هاد الرياضة هادي ديال سواء الكيك بوكسين أو لا البوكس فهي فن، والفن تيحترم بزاف ديال الشروط والمعايير. هذه من جهة. من جهة أخرى كنتمنى أن هشام الملولي، يعني هو هاد الشيء اللي دار، هاد الجهودات اللي دار تيستحق التنويه، لأن هاد الشيء هذا فهو مزيان الجيم ديال المغرب ومزيان الأبطال المغاربة، حيتاش صراحة هما خاصهم التفاتة. كنتمنى من هشام الملولي أنه يستجب للدعوة ديال الناس اللي دعوه في هاد النزالات. يعني هاد الشيء اللي دار هو زوين، ولكن في نفس الوقت فهو انت تتحدى ريكو، بطل اللي هو كبير، بطل عالمي. حنا تنعرفوا باللي ريكو تبارك الله بدر هاري اللي هو بطل كبير اللي عنده 126 نزال، والاصل 109 ديال النزال، 106 ديال النزالات ربح من اصل 126 وما ربحوش. يعني تبارك الله هادشي كيطلب لياقه عاليه كبيره، كيطلب واحد التقنيات اللي هي كبيره، كيطلب واحد التدريبات اللي هي كبيره، كيطلب سنوات من تيطلب تجربات، تيطلب مباريات الى اخره. فبالنسبه لي انا من الاولي يعني مزيان هادشي اللي دار، ولكن يهبط عندنا حنايا الارض الواقع، يهبط عند المغاربه ويستجب للدعوه ديالهم. وعلاش لا ما داش واحد التورنوا اللي فيه هاد الناس اللي تحداوه؟ وانا كنتحدى حتى الناس اللي تحداوه. بالنسبه لي كنتحدى تبارك الله الاستاذ اللي دوا زوين، حتى هو ولد سيدي عثمان، كنتحداه حتى هو تبارك الله، راه تقريبا غيكون في نفس البو ديالي. كنتحدى الدري اللي ولد اكادير اللي تحدى هشام الملولي، يعني انا كنتحداه حتى هو، كنتمنى انه حتى هو يقبل التحدي ديالي من هذا المنبر هذا. وهشام الملولي كنتمناه يكون معنا في هاد التورنوا هادي، باش نكونوا واقعيين. هو من حقه يتحداه، ولكن من الدور ديالي انا كتبان لي لا، لان تبارك حيت ماشي تحدى واحد البطل اللي هو يلاه بدا، ولا بطل اللي هو بحاله في المستوى. فهو تحدى بطل عالمي كبير ريكو، راه تبارك الله راه كما قلت لك ابطال اللي هما كبار، جمال بن صديق، بدر هاري، وما ربحوش. حنا هادشي بالعكس، حنا خصنا نعطيو مازال فرصه لبدر هاري عاود يتنازل معاه، حنا تنشجعوا بدر هاري باش يعاود يتنازل معاه. وبغيت نوصل لبدر هاري باللي كاينين المغاربه تيشجعوه وتيبغيوه، وخصك تعرف باللي هاد الرياضه هادي محبوبه من عند المغاربه، راه ما كايناش غير كره القدم اللي تيبغيوها المغاربه، كاينه كذلك هاد النزالات وهاد المصارعات راه تيبغيوهم المغاربه. وتبارك الله عندنا مصارعين وعندنا ابطال اللي تنفتخروا بهم، اللي هما خالد الرحيلو، عندنا الربيعي، عندنا تبارك الله ابطال اللي هما كيستحقوا التنويه. يعني كنتمنى ان هاد الرياضه هادي تعطاها واحد الالتفاته اللي هي كبيره.